القدس الإله الواحد أمين. آخر السوسانستي علي السوسانستي. أهنئكم أيها الأحباء بعيد القيامة المجيد. أهنئكم بفرحة هذا العيد. أهنئ كل الكنيسة القبطية في كل مكان، الأباء المطارنة والأباء الأساقفة، الأباء الكهنة والشمامسة. أهنئ مجالس الكنائس، وأهنئ كل الخدام وكل الخادمات، الشباب والأطفال، وأهنئ كل الأسر المسيحية في كل مكان، وأهنئ كل الإبرشيات القبطية الموجودة في بقاع العالم وبلاد العالم. كل سنة وحضراتكم طيبين، وكل قيامة وأنتم بخير وبصحة. الحقيقة عيد القيامة هو قمة أعيادنا وفرح أفراحنا وبهجة قلوبنا، وهو العيد الذي نحتفل به في كل يوم. عندما نتحدث عن عيد القيامة نتذكر السيد المسيح الذي صلب على الصليب. لقد مات حقا، وعلى هذا شهادات كثيرين. هناك قائد المئة، وهناك حراس القبر، وهناك النسوة الذين زاروا القبر، وهناك أيضا يوسف الرامي الذي حمل جسد السيد المسيح، وأخيرا بيلاطس البنطي الذي حكم أمامه السيد المسيح. والأدلة على هذا أنه مات حقا على الصليب انشقاق حجاب الهيكل، والأكفان التي وجدت في القبر، والحجر الكبير الذي كان على باب القبر أو أمام فم القبر، وأيضا الحراس الذين حرسوا هذا القبر بأمر من الحاكم الروماني، وأخيرا ختم الوالي الروماني الذي وضع على باب القبر. المسيح الذي صلب على الصليب قام في اليوم الثالث كما نقول ونشهد في قانون الإيمان، وكانت شهادة القيامة هي من الملائكة والملاك الذي أعلن أن المسيح قد قام، من الحراس الذين انبطحوا على الأرض، من رؤساء الكهنة الذي أشاعوا إشاعات كاذبة وأضاليل، وأيضا من ظهور السيد المسيح للتلاميذ وعدة ظهورات. والأدلة على ذلك أيضا كثيرة. نتذكر الزلزلة التي صاحبت قيامة السيد المسيح، ونتذكر الحجر المدحرج عن باب القبر وحديث النسوة وهم يتجهن في فجر القيامة ليضعن الحنوط، ثم القبر الفارغ لأنه قد قام، مع الأكفان والمنديل التي وجدت في مكان القبر ومكان الدفن. ويأتي عيد القيامة لكي ما نسأل. القيامة تمت في السنوات الأولى من القرن الأول الميلادي، تقريبا في عام 33 ميلادي. ما فائدة القيامة لإنسان اليوم؟ نحن في القرن 21. ما فائدة القيامة؟ وما فائدة قيامة السيد المسيح من أجلنا؟ سأحكي أمامكم فائدة القيامة في عدة نقاط صغيرة. القيامة تجعل الإنسان يعرف أصله السماوي. أنت أيها الإنسان مخلوق سماوي، كائن سماوي، خلقت على صورة الله ومثاله، على صورته في العقل ومثاله في الإرادة. ولكن الإنسان الأول استخدم إرادته استخداما خاطئا، فكانت النتيجة أنه استخدم الحرية بهذا الاستخدام الذي جعله يكسر الوصية ويكسر قلب الله، وسقط الإنسان وازلمت صورة الله في الإنسان. ومعنى الإظلام
أنه صار هناك ارتباك في العقل وعدم قدرة على التمييز أو الإفراز، وصار الإنسان عاجزاً على تبيان الحقيقة. ولكن قبل القيامة جاءت الفترة التي سعى فيها الله للإنسان من خلال أصوات الأنبياء، ثم عندما تجسد، فكان القصد من وراء كل هذه هو أن تعود الصورة إلى نورها وإلى إصلاح هذه الصورة الجميلة. ثم جاءت القيامة لكي ما تنير الإنسان الإنارة الجديدة، وصار كائنا منيرا. ولذلك قال السيد المسيح: كل من يؤمن بي لا يمكس في الظلمة، لأن نور القيامة يشع في حياته فتعود الصورة إلى أصلها، ويعود الإنسان في الحقيقة هو على صورة الله وعلى مثاله. دي أول فائدة، أن الإنسان يعرف حقيقة أصله السماوي. الأمر الثاني، أن الإنسان يحيا حياة الأمل والرجاء. حياة الأمل والرجاء كل يوم، وليس في فترات متقطعة في حياته. فالإنسان اليوم يحتاج إلى هذا الرجاء كثيرا. تذكروا معي المرأة اليائسة التي ذهبت إلى القبر تبحث عن معلمها وسيدها مريم المجدلية، وعندما وجدت إنسانا يحدثها ظنت أنه البستاني، وكانت في هذه اللحظات من البكاء الشديد تبحث عن مسيحها، وأخيرا وجدته وعرفته عندما نطق باسمها يا مريم. وكانت النتيجة أنها صرخت تلك العبارة: ربوني، معلمي وسيدي وربي. في نفس قصة القيامة وفي عصر القيامة، عندما ظهر المسيح مع شابين يتحدثان بيأس عن قصة قيامة المسيح، فيظهر بينهما وهما متجهان إلى أمواس القريبة من أورشليم. وفي نهاية هذه المقابلة كل واحد يقول للثاني: ألم يكن قلبنا ملتهبا فينا؟ وضاع اليأس وحل محله الرجاء والأمل. بالمثل كان مع جماعة التلاميذ الذين كانوا في خوف شديد، ولكن عندما ظهر المسيح بينهم نقرأ في الكتاب: ففرح التلاميذ إذ رأوا الرب. الأمر الثالث في فائدة القيامة لإنسان اليوم، أن الإنسان يقتني من خلال القيامة نعمة التبني. فالقيامة في كل يوم الكنيسة تعيشها، تتحدث فيها، تصلي. نحن في كل يوم عندما نصلي صلاة باكر في الأجبية، إنما هو تذكار يومي للقيامة المجيدة، لأنها حدثت وقت الفجر. وعندما نحتفل في كل يوم أحد بالقداس الإلهي ونجتمع في يوم الرب، هو يوم القيامة، فهذا هو العيد الأسبوعي. وفي كل شهر قبطي نحتفل في يوم 29 من الشهر القبطي بهذه التذكارات: البشارة والميلاد والقيامة. وأيضا في كل عام نحتفل بعيد القيامة، ويمتد الاحتفال إلى 50 يوم، نسميها الخمسين المقدسة. هذه الصورة الجميلة، أننا نقتني نعمة التبني، نقتنيها في المعمودية حيث ندفن في 3 غطسات على مثال 3 أيام قضاها السيد المسيح في القبر. ونتقدم ونتناول الإفخارستية، ويصلي الأب الكاهن في نهاية كل قداس ويقول في الاعتراف الأخير: يعطى عنا خلاصا وغفرانا للخطايا وحياة أبدية لمن يتناول به.
في كل قداس نتناول ونتقدم إلى الجسد السيدي والدم الكريم، ونتناول لكي ننال الحياة الجديدة في نور القيامة المجيدة. إن لم تأكلوا جسد ابن الله ابن الإنسان وتشربوا دمه فليس لكم حياة فيه. ثم أننا أيضا لا نفهم كلمة الإنجيل المقدس إلا في ضوء القيامة، فالأباء الذين كتبوا الأسفار وحي من الله كتبوها في ضوء معرفتهم ومعايشتهم لهذه القيامة المجيدة. القيامة حدث لكل إنسان وفرحة لكل إنسان، وينبغي أن نقتني هذه الفرحة في حياتنا ونعيشها في كل يوم. فالقيامة هي تجديد لعمر كل واحد فينا في كل عام. افرح بالقيامة وعيش هذه القيامة. نحن نصلي في كل ليلة في تسبحة نصف الليل ونقول قوموا يا بني النور لنسبح رب القوات. هذه هي صرخة كل يوم ونداء الكنيسة في كل يوم، قوموا يا بني النور. بالقيامة صرنا بني النور، وبالقيامة نقف ونسبح رب القوات كما يعلمنا الكتاب المقدس على الدوام: ليس بأحد غيره الخلاص. ليس، لأن ليس اسم آخر تحت السماء قد أعطي بين الناس به ينبغي أن نخلص، كما يعلمنا سفر الأعمال في الإصحاح الرابع والعدد 12. القيامة المجيدة فرحة، نصلي أن تدوم هذه الفرحة في قلب كل إنسان، ليفرح كل منكم بهذه القيامة في حياته، في بيته، في أسرته، في عمله، في خدمته، في كنيسته، في حياته اليومية. وتصير القيامة في كل يوم هي فرحة الإنسان عندما يقوم من نومه ويبدأ نهارا جديدا، يتذكر القيامة المجيدة لكي ما تكون حياته قيامة على الدوام. أكرر تهنئتي للجميع وأفرح معكم وأنقل إليكم تهنئة كل مصر وكنيسة مصر، الأباء المطارنة والأساقفة في المجمع المقدس، وكل الإكليروس وكل الشعب، وكل قيامة وأنتم بخير. خريستوس أنستي، أليسوس أنستي، المسيح قام بالحقيقة